This conference will now be recorded. السلام عليكم. شكرا للجميع لانضمامكم. حنبلش بالمحاضرة. اليوم محاضرتنا كتير حلوة. هنحكي عن حب الشباب، لأنه بتعرفوا كتير ناس بيطلعوا حب الشباب وما بيعرفوا كيف يعالجوا هالمشكلة. فاليوم حنحكي شو هن المأكولات اللي لازم تاكلوها تخففوا هيدا المشكلة، وكمان شو هن المنتجات من شركة فوريفر اللي فيكم تستخدموها كمان لتخففوا عوارض حب الشباب. اوكي، خلينا نبلش. اول شيء خلينا نحكي عن شو هو حب الشباب. حب الشباب هي حالة جلدية بتحدث لما بصيروا بصيلات الشعر مسدودة بالذات وبالخلية الجلد الميتة. اوكي، فيعني البشرة بتسكر بقلبها بيكون في مثل زيت وخلايا جلد ميتة، مش هيك بيصير في مثل التهابات على الوجه وبيطلعوا حب الشباب. اوكي، هلا غالبا ما تسبب الرؤوس البيضاء كمان او الرؤوس السوداء او البثور، وعادة يعني بتظهر اكثر شيء على الوجه او على الجبين، على الصدر، على الظهر، حتى على الكتاف. اوكي، هلا هو حب الشباب اكثر شيء ببين او بيطلع عند المراهقين، بس كمان في ناس باعمار يعني مش اعمار المراهقه كمان بيطلع لهم حب الشباب. اوكي، هذا كله بياثر لانه حسب الهرمونات. في ناس بيكون الهرمونات عندهم منا متوازنه مزبوط، او كمان مثل ما قلنا بيدقروا وجههم كثير، بيكون ضفيرهم وسخين هم عم بيدقروا وجههم. مش هيك لازم اهم شيء دائما ما تدقروا وشكم الا لما من بعد ما تكونوا مغسلين ايديكم مزبوط، حتى تغسلوا تحت ضفيركم تحت الجلده، ما تلعبوا ابدا بكل شيء خاص حبوب. اوكي، مش نجربوا تخففوا قد ما فيكم هالعوارض. اوكي، ثاني شيء حنحكي عنه هن عوامل الخطر، انه ليش معقول مين معقول اكشلي مين معقول يطلع له حب الشباب. اول شيء العمر، عادة مثل ما قلنا كل الاعمار فيهم ينصابوا بحب الشباب، بس اكثر شيء هن المراهقين يلي بينصابوا بهيدا بحب الشباب. ثاني شيء تغيرات الهرمونيه، مثل ما قلنا اكثر شيء مثل ما كلنا بنعرف عن المراهقين بيصير في كثير تغيرات هرمونيه، بس حتى كمان نحن وكبار معقول ناس تصير مع تغيرات هرمونيه وبيطلع لهم حبوب. مش هيك حتى بيقولوا انه مثلا مع انقطاع الطمث معقول يصير المراه يصير يطلع لها حبوب على البشره، حتى على الستريس اذا واحد كثير بصير عنده ستريس وتعب بيطلع له كمان حبوب. يعني كل هول الهرمونات. ثالث شيء تاريخ العائله، يعني كمان اذا بالعائله صار عندكم يعني بالوراثه هي القصه، اذا في حب شباب بالوراثه او لا، فمعقول كمان تكونوا مصابين فيه انتم او تعطوه كمان لاولادكم. رابع شيء اذا بتدقروا قصص دهنيه او مزيته وبترجعوا بتحطوها على وشكم تدقروا فيها بشرتكم، مثل الكريمات الدهنيه او غير منها، مثلا الزيوت، او اذا انتم كثير عم تقعدوا بالمطبخ عم تطبخوا عم تقلوا، معقول كمان يطلع لكم حب شباب. فانتبهوا، بس جربوا بعده شوي من كل شيء زيت انتم عم تطبخوا. اخر شيء الستريس، مثل ما قلنا هو ما بيسبب يعني حب الشباب، بس اذا كان انتم يعني عندكم حب الشباب وصار عندكم ستريس اكثر او صار أسوأ بيزيد كميه حب الشباب. اوكي، هاي بالنسبه للعوامل. هلا خلينا نحكي شوي عن الاطعمه يلي بتاثر على حبوب الشباب. اوكي، على حب الشباب. هلا في اطعمه يلي بتحسن حب الشباب، في اطعمه لازم واحد يتجنبها لما يكون عنده حبوب او ما يكون عنده حب الشباب. هلا شو هي الاطعمه اللي بتحسن حب الشباب او بتخففها؟ هي عندنا السمك. اوكي، السمك كثير منيح، كثير مفيد للبشره، هو كل شيء خاصه بالاوميجا 3 كثير مفيد للبشره. كمان البيض، السبانخ والكرنب، الكيل يعني، الفاصوليا، الجوز واللوز كثير مفيدين كمان لانه بقلبهم فيتامين اي.
هلا شو من الأطعمة اللي الواحد يتجنبها؟ الشوكولا مثل ما كلنا بنعرف، الشوكولا بيسبب كمان شوي، بيزود شوي مثل عوارض حب الشباب. منتجات الألبان، أوكي جربوا خففوا منها شوي كمان. الكربوهيدرات خاصة الخبز الأبيض والسكر، كل شيء خاصة السكر والخبز الأبيض جربوا تجنبوهم إذا كان عندكم حب الشباب، إنه معقول يزودوا هالحبوب. واخر شيء حبوب المحلات مثل كل شيء خصص الحلو السكر مثل كورن فليكس، يعني كمان جربوا جنبوه فيكم تاكلوا بداله مثلا الشوفان. اوكي هولي بالنسبة للأطعمة. هلا فينا نحكي شوي عن منتجات فوريفر. شو هن المنتجات يلي بتساعد لتخففوا من حب الشباب؟ هلا طبعا فيكم تستخدموا كذا منتج، بس حنحكي نحن عن اهم منتجات لهالحاله. اول منتج هو اكيد الالوفيرا جيل او عصير الصبار. ليش؟ لانه اول شيء بيدعم الجهاز الهضمي والمناعي. هلا مثل ما بنعرف انه في كثير من حبوب الشباب او بيطلعوا لانه في مشاكل كمان بالجهاز الهضمي، اوكي بيصير في مثلا يعني تراكم لمواد ما بدنا اياها بالجسم او شيء، وبتطلع مثل السموم على الوجه، بتطلع شويه التهابات على الوجه. اوكي فالعصير الصبار بهالحاله شو بيعمل؟ بيدعم الجهاز الهضمي، فبنظف كل الجهاز الهضمي والمناعي. كمان بيحتوي على فيتامينات ومعادن، وهن كثير مهمين الواحد ياخذ فيتامينات والمعادن لصحه البشره. كمان بيحافظ على مستويات صحية من الكوليسترول والسكر بالدم، هيدا بنعرفها من قبل. بيحتوي على 8 أحماض أمينية أساسية، وبيعزز امتصاص المواد الغذائية من المأكولات. أوكي فمشان هيك الواحد بخفف مثل عوارض حب الشباب، لأنه بصير امتصاص أحسن، بتصير عم بس عملوا ميوت لتليفوناتكم، شكرا. فبيحافظ على مستويات صحية، قصدي سوري، بيعزز امتصاص المواد الغذائية مثل ما قلنا، فبهالحالة بتصيروا انتم بتمتصوا المواد الغذائية أفضل بالجسم من المأكولات، بتمتصوا فيتامينات أفضل، كل هذا بيحسن كمان نوع البشرة، وشو عم تاكلوا طبعا كثير بيأثر مثل ما قلنا. واخر شيء كمان كثير جيد جدا لنمو الشعر لترطيب البشره. اوكي فبهالحاله العالم اللي عنده حب الشباب لازم يشربوا الالوفيرا جل لننظف لهم جسمهم كلهم، اللي هو نوع يعني هو عاده حب الشباب بيكون كمان نوع من الالتهاب الخفيف بس اللي بيطلع على البشره. اوكي قد ايه لازم واحد يشرب بنهار من الالوفيرا جل؟ فيكم تشربوا تقريبا 15 ل 30 مللتر مرتين لاربع مرات بالنهار. هلا خلينا نحكي شوي عن تاني منتج. تاني منتج كمان كتير مهم ل يعني لإزالة حب الشباب، يلي هو Forever Bee Propolis. البي بروبوليس 100% طبيعي، اوكي بيدعم دفاعات الجسم، يعني الجسم اللي بتدافع عن حاله، بيقوي جهاز المناعة، بيحتوي على الرويال جيلي كمان، بقلبه مضاد للأكسدة كتير مهمة، بخفف من عوارض السعلة، الإنفلونزا، الالتهابات بشكل عام، مش هيك منيح كمان لحب الشباب ومشاكل الجهاز التنفسي. أوكي بي بروبوليس عن جد يعني كل شيء خاصه بالالتهابات مهم جدا، بيقدر يساعد بخفف من الالتهابات. هلا بدي أذكركم نحن منتجاتنا هن منهم أدوية، يعني ما فينا نقول إنه بيعالجوا، بس نقول بخفف من عوارض أو بيساعد الالتهابات ومشاكل الجهاز التنفسي. اوكي مثل ما قلنا كمان بيدعم المناعه، بخفف من اعراض حب الشباب، هاي اهم وحده. فالعالم يلي عندهم حبوب مش بس لازم يحطوا كريمات، لازم كمان ياخذوا مكملات غذائيه لينظف الجسم من جوا. اوكي مثل ما قلنا اول شيء العصير، ثاني شيء البي بروبوليس، واخر شيء يعني مثل ما فيكم تعلكوا او حبتين باليوم كمكمل غذائي. هلا اكيد المراه الحامل او المراه عم بترضع لازم تتجنب الفوريفر بي بروبوليس، نفس الشيء لعصير الصبر. اوكي هذا كان المنتج الثاني اللي لازم الواحد ياخده بحال
حب الشباب. هلا المنتج الثالث كمان كثير مهم لصحة البشرة، لصحة الشعر، بس هو أكثر شيء كمان للبشرة، هو الفوريفر أباتاكير. أوكي ليش؟ لأنه بقلبه تركيبة كثير كثير مهمة من الفيتامينات، وكمان من المضادات للأكسدة مثل السيلينيوم، مهم جدا للبشرة. أوكي بينظف البشرة. شو كمان بيعمل؟ بيدعم مثل ما قلنا صحة البشرة، الشعر والضفير، بيدعم الدورة الدموية بشكل عام، جيد للبشرة الجافة والقشرة، يعني العالم اللي بتقشر بشرتها، اللي عندهم حتى الإكزيما أو كل شيء خصه بنشفتين بشرة، كمان Forever Avatar بيساعد. بيساعد كمان على إزالة حب الشباب والبثور، مثل ما قلنا كل شيء خصه بالحبوب، حب الشباب بيساعد على يعني الواحد يخفف منه، لأنه بقلبه مضادات للأكسدة كتير عالية وفيتامينات، أهم شيء فيتامين A، وعندهم E والسيلينيوم، يعني الـ A الـ A والـ E والسيلينيوم هو المهمين جدا لصحة البشرة. وكمان بيخفف من التجاعيد أو بيمنع التجاعيد، وآخر شيء فيكم تاخذوا حبتين باليوم. اوكي كمان المرأة الحامل أفضل تتجنب الفوريفر أباتاكير، لأنه بقلبه فيتامين A. اوكي لأنه بيأذي معقول الجنين. هلا خلينا ننتقل هلا للكريمات، وشو فيكم تحطوا على بشرتكم. يعني قبل كنا عم نحكي عن المكملات الغذائية، عن المكملات الغذائية وعن العصير، هلا خلينا نحكي عن الكريمات وكيف لازم واحد شو تحطه على هالحبوب. أول شيء الألو بروبوليس كريم كثير مهم، هو أهم شيء لحب الشباب. أوكي هلا بيحتوي الكريم على جل الصبار، يعني على الألوفيرا، وكمان بيحتوي على دنج النحل اللي هو بي بروبوليس، وهو الاثنين بيشتغلوا مع بعض ليعطونا بشرة ناعمة وهيك ملمسها حلو. اوكي تاني شيء البي بروبوليس كثير مهمة، بتعرفوا النحل بتشتغل عليها كمان، فهي بتحافظ كمان مثل ما قلنا على البشرة، بس مش بس هيك، كمان بتحافظ على رطوبة البشرة، يعني انه يضل البشرة رطبة، وبتحمي فيها ومثل انه بتسكر عليها يعني مواد الالو. اوكي بتحمي الالو بقلبها، يعني هذا شغله البي بروبوليس. اوكي مش هيك كثير مهم للبشره. بيحتوي كمان على الفيتامين اي، ومثل ما قلنا قبل انه الفيتامين اي مهم جدا لصحه البشره ولتخفيف حب الشباب، بتخفف من حب الشباب. بيخفف كمان عن عوارض حب الشباب مثل ما قلنا، مفيد كمان للاكزيما ولجفاف الجلد. وفيكم تحطوه لما بدكم، يعني طريقة استخدامه هو بأي وقت. هلا أنا بنصح إنه تستخدموه مرتين باليوم، مرة الصبح من بعد ما تكونوا غسلتوا وشكم تحطوا الألو بروبوليس كريم، وأكيد قبل النوم. هلا خليني أحكي شوي عن كيف واحد لازم يغسل وجهه لما يكون عنده حب الشباب. أول شيء بتفيقوا الصبح، أوكي أكيد ما لازم يكون في ميك أب على الوجه، لازم يكون الوجه بلا شيء، بتفيقوا بتغسلوا وشكم بالافوكادو سوب او بالالو هاند سوب، كمان مهم يكون الصابون اللي عم تغسله فيه ما بقلبه اي مواد كيميائيه، وتكون يعني يكون طبيعي. اوكي فيكم تنقوا انتم اللي بيريحكم. هلا اكيد للبشره الكتير مزيته افضل يتجنبوا الافوكادو، بس للبشره العاده المختلطه او الجافه نستعمل الافوكادو هاند سوب. اوكي تاني شيء بتغسلوا فيها وشكم، ترجعوا بتحطوا التونر. هلا حاحكي عن التونر من بعد هيدي. البالانسنج تونر كثير مهم، لانه العالم اللي اوريدي عندهم حب الشباب، يعني بيكون عندهم شوي التهابات بتعرفوا بالحبوب يعني، فانتوا بتكون ظبطوا درجه الحموضه بالبشره، يعني بي اتش ليفل تبع البشره بتكون توازنوها، فبهالحاله التونر بيساعد على موازنه حموضه البشره. اوكي لانه بقلبه الصبار، بقلبه مستخلص اعشاب البحريه، الهياليرونيت، الخيار، شاي اخضر، شاي ابيض، كل هول كثير مهمين لصحه البشره. ف مثل ما قلنا بتغسلوا وشكم، بتحطوا التونر، بترجعوا بتحطوا الالو بروبوليس كريم هيدا اللي حكينا عنه كمان على البشره. واخر شيء ما لازم ابدا العالم اللي عندهم حب الشباب يظهروا بلا سان سكرين او واقي الشمس، لانه بعدين بيصير في مثل انه
بيعلموا الحبوب على الوجه، حتى لما يروحوا بضل في مثل بيعلموا. اوكي، فلازم اهم شيء يحطوا السان سكرين او واقي الشمس قبل ما يظهروا. اوكي، فحارجع عيد شو قلنا لكان للبشره، اللي حكينا عن المكملات الغذائيه اللي هن البي بروبوليس، الاباتاكير، وعصير الصبار. والكريمات شو هن؟ اول شيء لازم الواحد يغسل وجهه، فيهم يغسلوا وجههم بالالوهان سوب او بالافوكادو سوب او حتى بالصونيا. يعني نحن كل منتجاتنا لانه بقلبهم الوفيرا كثير منيح للبي اتش او لحموضه البشره. اوكي، فلازم يكون يعني الغسول بقلبه مثل الالوفيرا وبقلبه كمان مواد طبيعيه، ما يكون في شيء من مواد كيميائيه. يغسلوا وجههم، يرجعوا يستخدموا التونر. التونر فيكم تستخدموه مرتين بالنهار، كمان صبح وعشيه، نفس الشيء غسول الوجه نفس الشيء، والبروبوليس كريم كمان نفس الشيء. هلا من بعد البروبوليس كريم، اذا حدا بشرته كثير جافه فيهم يستخدموا الجلي كمان. اوكي، الجلي كثير مهم اذا للبشره الجافه، كثير بيساعد. وما ننسى مثل ما قلنا واقي الشمس اخر شيء قبل ما الواحد يظهر على الشمس، مش ما يصير في ما يعلمه يعني حب الشباب. اوكي، سو هذه كانت المحاضره لليوم. يعني اكيد انا هلا حاخذ كل اسئلتكم، بس في كثير ناس هلا انضموا الينا. بدي بس اذكركم انه كل المحاضره مسجله حتتنزل على اليوتيوب، فيكم ترجعوا تحضروها اكيد. اوكي، نحن بس حكينا اول شيء قلنا شو هو حب الشباب، هي مثل بصيلات شعر بتعلق تحت البشره بالذات، بصير في خلايا كمان الجلد ميته. بيرجع هول العوامل، مين اكثر شيء معقول يصير معه حب الشباب؟ هو اكيد مثل ما بنعرف المراهقين، لانه بتغير الهرمونات بجسمهم. وكمان اهم شيء لما تدقروا وشكم كثير، خصوصا لما ما تكونوا مغسلين ايديكم او لما يكون في زيت على ايديكم، لانه معقول يزيت لكم وشكم ويسبب لحب الشباب. بعدين حكينا عن الاطعمه اللي لازم الواحد يتجنبها اذا كان عنده حب الشباب، مثل الشوكولا، منتجات الالبان. يعني مش يتجنبها، بس انه يخففوا منها، ما ياكلوها يوميا. الكربوهيدرات مثل خاصه يعني الخبز الابيض او السكر، واخر شيء الكورن فليكس او السيريال اللي بقلبه كمان سكر. هلا المنتجات اللي حكينا عنها هي اكيد عصير الصبار مثل ما كلنا بنعرف، كثير مهم مثل ما قلنا، لانه بينظف الجهاز الهضمي من جوا، بينظف كل الجسم. البي بروبوليس كمان لانه بيخفف من الالتهابات، فينا نستعمله كمان لكل مشاكل الجهاز التنفسي، وحتى كمان بيخفف من عوارض حب الشباب. الابتكير بيخفف من ظهور حب الشباب والبثور بقلبه، لانه مضادات الاكسده كثير عاليه مثل فيتامين A، فيتامين E والسيلينيوم، هول مهمين جدا لصحه البشره. والالو بروبوليس مثل ما قلنا لازم كمان تحطوا مرتين باليوم، فيكم تحطوا من بعده الجلي. واهم شيء الواحد ما يظهر بلا سان سكرين او واقي الشمس. ما ننسى التونر لتخفف او لا يعني تضبط درجه الحموضه بالبشره. اوكي، طيب هلا خلينا ناخذ الاسئله. عنا اسئله، شكرا، الله يعافيكم. تفضلوا اذا حدا عنده اي سؤال. هذا ماي ايميل كمان، هذا ايميلي، اذا حابين تبعتوا لي ايميل باي وقت كمان انا يعني دغري بجاوبكم على اي سؤال. حدا عنده اي سؤال عن حب الشباب وكيف لازم الواحد يعتني ببشرته اذا كان عنده حب الشباب؟ تفضلوا. او اذا كان عندكم غير اسئله يعني عن غير منتجات كمان بقدر ساعدكم. بس كنت حابه تقول كمان شغله، انه نحن بلشنا فقره جديده على الفيسبوك، فيكم تحطوا كمان كل اسئلتكم عليها، وانا بصير بجاوب شوي شوي، كل اسبوع مره بجاوب على اسئلتكم.
كمان يعني اذا هذا الشيء بيساعد. شكرا، الله يعافيكم. تفضلوا اذا حابين تسالوا او عنا اسئله. ايش من المنتجات اللي فيها هيالورونيك اسيد؟ عندنا كذا منتج، ف يعني انا هلا بس ما معي الورق، بس اذا فيكم تبعتوا لي هذا السؤال على الايميل وبرد لكم باي ايميل، لانه بدي افتح كل ورقي. اوكي، انا في كذا منتج. مع صفحة الفيسبوك بلا، هي للكل يعني، مفروض تقدروا تشوفوا الفيديوهات، أو فيكم تفوتوا على اليوتيوب كمان تحطوا أسئلتكم. أوكي، عندنا سؤال مهم، هل أكل الشوكولاتة يزيد من حب الشباب؟ نعم، نحن قلناها هون، هي يعني مش انه اذا واحد بياكل شوكولا ما رح يطلع له حب الشباب، بس الواحد الشخص اللي اوريدي عنده حب الشباب وعم بضل ياكل شوكولاته، معقول يزود معه حب الشباب، عرفت علي؟ بس مثلا اذا انا بشرتي جافه عم باكل شوكولا، مش يعني حيصير عندي حبوب. اوكي، عندنا سؤال، انا بعت لاحد الزبائن الوفيرا جيلي والبروبوليس وصابون الافوكادو ولكن لم يستفد منها، خلينا نضلهم عم يستعملوها لوقت اطول، لانه كل بشره يعني شكل. هلا اكيد بدي ارجع اذكر انه مش كل الانواع البشرات نفس الشيء، في ناس بتتحسن دغري، في ناس بتاخد وقت اكثر، في ناس يعني ما بيزبط معهم العلاج، عرفتوا؟ بس هو اغلبيه العالم هذا هو العلاج اللي يعني حيزبط لهم مع حب الشباب. كم مدة استعمال المجموعة اللي ذكرتيها لعلاج حب الشباب؟ هذه المجموعة لازم الواحد ياخذها تقريبا على شهرين او مدة شهرين. اكيد العالم اللي عندهم حب شباب اكثر المفروض يطولوا فيها اكثر، يعني كل واحد ترجع له بيرجع لها كمان لنوع البشره. الاكزيما، شو من المنتجات تساعد التخلص منها؟ الاكزيما مثل ما قلنا فيكم تعطوا الالوبروبوليس كريم، كمان كثير مهم، حتى البي بروبوليس كحبوب يعني، والجلي. اوكي، اكيد اذا بتحبوا كمان تشربوا عصير الصبار لانه ينظف كل الجسم. عندنا سؤال، زبون أخذ كريم لأشعة الشمس يوميا لمدة ساعة وأكثر، له دور أي كريم؟ بس تكون السان سكرين، إذا سان سكرين ما مفروض، لا ما مفروض يعمل حب الشباب، بس بيكون هو إذا بركي بشرته شوي مدهنة خليه بس ما يحط على جبينه. أوكي، بس يحط على الخدود وعلى المنخار إذا عم بيطلع له حب الشباب يعني على الجبين. سؤال تاني، هل التعرض لأشعة الشمس يوميا لمدة ساعة أو أكثر له دور في ظهور حب الشباب؟ لحظة، عندنا سؤال قبل، زبون أخذ كريم البروبوليس من شان آثار حب الشباب ولكن ما راحت منه، شو السبب؟ إذا بقي مثل آثار حب الشباب خليه يعمل سكراب والإبي بلانك. أوكي، إذا راحوا هن الحبوب بس بقي الآثار، يعمل سكراب وإبي بلانك. سؤال تاني، هل التعرض لأشعة الشمس يوميا لمدة ساعة أو أكثر؟ في كتير أسئلة، سوري، وين السؤال؟ هل التعرض لأشعة الشمس يوميا لمدة ساعة أو أكثر له دور في ظهور حب الشباب؟ أكيد لا. هلا الشمس مش ما بتطلع حب الشباب، بس انتبهوا انه تعملوا ميوت. الشمس ما بتطلع حب الشباب، بس اكيد اذا واحد كان عنده بالاصل حب الشباب طلع على الشمس، معقول يزوده او معقول يعلمه، يعني يصير في اثار لهم. مش هيك لازم الواحد دائما يحط واقي شمس يجرب، او يحط مثل يعني يغطي راسه، اوكي يغطي يحمي بشرته. بليز بس اعملوا ميوت لتليفوني، بليز اعملوا ميوت، في كثير اصوات. ثانك يو. اوكي، ينفع للاطفال اللي اقل سنوات؟ السلام عليكم. وعليكم السلام، تفضل. عفوا، في اسال استاذ لين؟ نعم تفضل. اي، انا مع عبد العزيز من جده. اهلا. كنت بدي اسال، انت ما ادري اذا كان دخلت على البث في منتصفه،
بالنسبة للماسك اللي احنا عندنا في الشركة، نعم هل استخدامه يصلح يكون مثلا في الأسبوع أكثر من مرة؟ نعم سؤال كتير مهم. البايوسليلوز ماسك اللي عم تحكي عنه مظبوط؟ أي نعم، أي نعم. البايوسليلوز ماسك فيكم تستعملوه مرتين بالأسبوع. هلا دايما أفضل واحد ما يعمل الماسك كل يوم، ما لازم، لازم ماكسيموم مرتين لثلاث مرات بالأسبوع. أوكي، هلا أنا بنصح مرتين بالأسبوع بيكون منيح، بس مش يعني ما لازم الواحد يعمل ماسك كل يوم. اوكي، خلينا ان شاء الله تكون جاوبت على السؤال. خلينا نكفي بس الاسئله بعد. ينفع للاطفال اللي اقل من 5 سنوات، 5 سنوات المجموعه؟ لا، الاطفال من اقل من 5 سنوات ما فيهم ياخذوا الحبوب، فيهم ياخذوا الكريم اللي هو الوبروبيل سكريم، ايه، بس مش الحبوب ولا التونر. اوكي، مرحبا اختي، انا ساره من تونس. فيني أعرف كل التفاصيل عن ألو بيري نكتار؟ طبعا موجود، لكن لما يكون الكلام أحسن. أوكي، الألو بيري نكتار هو تقريبا عنده نفس النتائج تبع الألوفيرا جيل، بس كمان بقلبه مضادات للأكسدة أعلى، وكمان كتير منيح للمسالك البولية، لصحة المسالك البولية. وأنه بنصح فيه للعالم اللي مثلا عندهم التهابات بالمسالك البولية، حتى كمان لتنظيف الجسم، بقلبه كتير فيتامينات ومعادن. اوكي، اوكي، الصوت مش واضح، سوري. اذا الصوت مش واضح بس بيكون من عندكم، لانه باقي كتير عم بيقدر يسمعني عادي. ما هي المنتجات التي تخفف من التصبغ في المناطق الحساسة؟ بهالحالة لازم يعني لما واحد يصير فيه يعني مثل لون بالمناطق الحساسة، فيكم تعملوا سكراب، اوكي، وتحطوا شوية ايبي بلانك كمان، بس لتفتحوا المنطقة. ودايما تحطوا يعني تحطوا مرطب مثل الجلي او الو موشترايزنج كريم، كل هو اللي بيفيدوا. مرحبا أخت لين، معك مرحبا، سارة من تونس. هاي سارة، تفضلي. عايشك. ربي مش نسألك أخت لين، كنت سألتك على تعليق أنه الألوبيري نكتار وشو تفاصيله. طيب أنا بعرف شو هي تفاصيل، بس هيك حابة أسألك. بنت عمرها 27 وما عندها ولا مشكلة، بس هي مشكلتها أنه متأخرة بالدورة. ايه، أنا نصحتها بالألوبيري نكتار، بس هيك الألوبين المكتر بينفع بس. لا، احسن كمان تاخذ الفيتاليز وومن، لانه بيساعد بالهرمونات. وبيساعد على تنظيم الدورة، ما هيك؟ مظبوط، احسن تاخذ الفيتاليز وومن مع البرينكتور، يعني الاثنين يمشوا مع بعض. طيب وإذا ما في بالفرع عندنا بتونس، معناها فيها تستعمل ألوبيري نكتار لحد ما يكون عندنا متوفر إن شاء الله؟ ايه اكيد طبعا، ما في مشكلة بهالحالة، بس دايما افضل تاخذ كمان الاثنين مع بعض. إن شاء الله، مشكورة جدا جدا. خلينا نكفي بالاسئلة. حبيت اضيف بس انك ما ذكرت عن الدهون المشبعة والاكلات السريعة والزيوت، صح مظبوط. اكيد انا هو قلت انه اوريدي انتم بتعرفون، بس كل شيء اكل من برا او الاكلات مثل الوجبات السريعة هو اللي لازم واحد يتجنبها خالص، ما ياكل منه اذا كان عنده حب الشباب. شكرا كثير لهالكومنت. اوكي، على هيك الكتالوج لازم نغير صورة مجموعة حب الشباب، صح؟ ايه، يعني هو في كذا مجموعة، بس انا بلاقي هذه المجموعة افضل شيء لحب الشباب. ما هو المكمل الغذائي الذي يعالج الخمول والكسل ويعطي النشاط ويعالج ألم المفاصل، خصوصا لمن في سن الأربعينات؟ مش بالنسبة للخمول والكسل، أنا بنصح بالبي 12. أوكي، البي 12 كثير منيح، حتى الجينشيا والار جي بلس. هلا بالنسبة لمعالجة المفاصل، الفريدم، أكيد عصير الفريدم كثير مهم. وفيكم حتى تحطوا الألو هيت أو الام اس ام جل على المفاصل. من فوريفر يساعد في دوينز، هل العصير الأخضر تنظيف الجسم والبشرة؟ بس في سؤال هون ما كتير واضح. من فوريفر يساعد في دوينز، هل العصير الأخضر تنظيف الجسم؟ أذكر إذا الفوريفر جرينز العصير بينظف الجسم والبشرة، نعم أكيد بينظف، لأنه كمان
بخفف من حموضة المعدة. أهم شيء إنه المعدة ما تكون أسيدك أو بقلبها حموضة، لأنه بتطلع حبوب، أوكي، بتطلع حب الشباب. مش هيك لازم تضبطوا البي اتش ليفل أو حموضة المعدة. حتى فيكم تاخدوا بروبايوتيك كمان، بروبايوتيك منيح مثل ما قلتوا، السوبر جرينز كثير منيح. يعني في كذا منتج فيكم تاخدوه، بس اكيد لازم اول شيء الواحد يعرف شو المشكله. يعني اذا كانت حموضه المعده، اذا كانت الاكل، الشوكولا، كله بياثر على الواحد يعرف شو المشكله. هلا افضل وقت لواحد يشرب السوبر جرينز اي وقت؟ انا بنصح الصبح. صبح منيح كمان. اوكي، عندنا سؤال تاني. بكتيريا بالدم، شو هي المكملات اللي الواحد لازم ياخذها؟ بكتيريا بالدم كيف يعني بالضبط؟ اي نوع بكتيريا؟ هو نحن عندنا ما عندنا منتجات خصيصا للبكتيريا بالدم، بس اكيد الالوفيرا جل بيساعد لانه بنظف كل الجسم. فيكم تاخذوا يعني تشربوا العصير. في سؤال، هل شراب الصبار للاطفال؟ للاطفال بس فيهم يشربوا الالوبيتس اند بيتشز اللي هو عصير الخوخ من عمر السنه وطالع، اوكي، مش قبل. في كتالوج جديد هالفترة، بدي أسألكم صراحة، أنا ما يعني بس بدي أسألكم الماركتينج تيم. أوكي، تكيسات الموبايل تعمل حب الشباب كمان، لأنه الهرمونات بيكون في مشاكل بالهرمونات. كل شيء مثل ما قلنا ذكرنا إنه كل شيء مشاكل بالهرمونات معقول يعمل حب الشباب. فمش هيك إذا مثلا بتحسوا إنه المرأة مثلا ما عم تجيها الدورة بطريقة يعني منظمة، فيها كمان تاخذ الفيتالايز لتخفف من عوارض حب الشباب وتصير تجلس تنظم يعني الدورة الشهرية. إيش أحسن منتج لآثار حب الشباب؟ إذا آثار أو إنه إذا راحوا هن حب الشباب بس بقل آثار، لازم تعملوا السكراب، أوكي، وفيكم تحطوا الإبي بلانك. حتى الألفا إي فاكتور كتير منيح لأنه بقلبه مضادات للأكسدة، مثل الفيتامين إي، كمان فيتامين إي مهم جدا، وتحطوه مرتين بالنهار. عندنا سؤال تاني، ما هي المنتجات التي تساعد لمريض السرطان اللي تعالج خلص وانهى جرعاته بالكيميو، يعني تقوية مناعته يساعد على استعادة عافية؟ اوكي، اذا بده واحد مريض من السرطان، يعني الله يشفيه، بده يقوي مناعته، في ياخذ العصير الصبار اكيد، في ياخذ الديلي منيح بقلبه كل الفيتامينات، حتى الايمي بلاند او الجارليك تايم، حتى فينا ناخذ البي بولن، كل هو اللي بيقوي المناعه. اوكي، ما هي المنتجات لتكيسات المبايض؟ الفيتالايز وومن، فيهم ياخذوا كمان الباري نكتار يشربوه. في عملية، في عملية عندها تحسس في جسمه وقطع مش خاصة بس بيعملوا ميوت للتليفونات. بالنسبة لتحسس بجسمه، خلينا نستخدم الألو بروبوليس كريم. عندنا سؤال تاني، عصير الألوفيرا هل بينفع للأطفال ومن عمر كم؟ جاوبنا على هذا السؤال. العصير الأطفال الأصفر لا، فيهم ياخدوا عصير الخوخ، البيتس اند بيتشز، قالوا بيتس اند بيتشز فيهم الأطفال يشربوه من عمر السنة وطالع، بس أكيد ما يشربوا الكمية يعني مثل الكبار. فيهم يشربوا تقريبا يعني 10 مليلتر بالنهار. التبول لا إرادي مع الأطفال شو نعطيه؟ هلا عادة التبول لا إرادي، يعني نحن ما عندنا مكمل خصيصا لهيدي المشكلة، أوكي؟ يعني بدكم تنتبهوا. هلا في ناس مثل بهن تجربتهم الخاصة جربوا يعطوا الألو باري نكتار ونفع معهم، بس أنا كأخصائي تغذية ما في أقول إنه هذا المنتج 100% رح يساعد المشكلة، أوكي؟ يعني بيرجع كمان لطفلكم. مشاكل الغدة لطفل عمره 13، بهالعمر فيه بس ياخذ النيتشر من، اوكي، وياخذ تقريبا 3 حبوب باليوم، او حتى الاركتيك تي. ممكن تعيدي ذكر مجموعة علاج حب الشباب؟ طبعا، سو حنرجع نقولهم على السريع. عندنا العصير الصبار الالوفيرا، عندنا الفوريفر بي بروبوليس، الفوريفر ا باتا كير،
الالو بروبوليس كريم والبالانسينج تونر. اوكي انس انس يلو، هل مريض القلب والسكر يستطيع اخذ عصير الصبار؟ شو السبب اذا ممنوع؟ ايه فيهم ياخذوا القلب والسكر عادي، فيهم ياخذوا عصير الصبار بس ياخذوا الاصفر افضل. حساسية الأنف سيلان إيش ممكن ياخد؟ بنصح بالبي بروبوليس، مثل ما قلنا كل شيء مشاكل بالتنفس جهاز التنفسي فيكم تعطوا البي بروبوليس أو حتى الجارليك تايم. هل عصير الخوخ والصبار ينفع للأطفال سنتين وفوق لتخفيف أعراض الإكزيما مع الكريمات؟ إيه قلنا عصير الخوخ بس مش عصير الأصفر، الخوخ فيهم عمر سنتين وطالع يشربوا، فيهم يشربوا تقريبا 5 لـ10 مليلتر بالنهار. كيف نعالج تصبغات البشرة وتغيير لونها حتى تفتح البشرة وتصبح لونها واحد؟ حكينا كمان بهيدا حكينا عن هيدا. فيكم أول شيء تستخدموا السكراب، أوكي، تستخدموا الإبي بلانك أو الآر 3 فاكتور كمان منيح بيوحد لون البشرة. واهم شيء دائما تحطوا يعني يكون في مرطب مويسترايزر، اي كريم مثل الجلي الالو مويسترايزنج لوشن. عندنا بعد سؤال، تعرق اليدين والساقين وخاصه في فصل الصيف، ما هو المنتج من الحبوب اكثر فايده مع العلم انه المشكله انت؟ هلا عاده ما في حبوب بيساعدوا لهيدي المشكله للعرق، بس فيكم تستخدموا مزيل العرق الديودرنت، فيكم تحطوه على الايدين وعلى الاجرين. هل هناك منتجات لمرضى نشاط الغده الدرقيه؟ نعم اكيد فيكم تاخذوا النيتشر مان، كل شيء ليجلسوا المعادن بالجسم، وحتى كمان الاركتيك سي منيح، ويشربوا بهالحاله كمان شلون يشربوا الالو هيربل بلوسم تي يعني الشاي. كيف نعالج اسوداد الرقبه عند البنات الصغار؟ لازم تستخدموا السكراب، السكراب وكمان الجلي من بعد السكراب. هل مزيل العرق يعالج تصبغ القبض؟ ايه لازم تعملوا السكراب وتحطوا بعدين مزيل العرق. بعد في اي سؤال قبل ما ننهي المحاضره؟ بدي اذكركم انه كل المحاضره حتكون مسجله وفيكم ترجعوا تحضروها لما بدكم باي وقت، فيكم تبعتوا لي اكيد ايميل على هذا الايميل حاعطيكم اياه، للي ما عنده ايميل اكيد اهلا وسهلا بتبعتوا لي ايميل باي وقت. اوكي حننهي المحاضره. عندنا بعد سؤال، زبونه اخذت مجموعه تساقط الشعر ما جابت نتيجه، مع العلم عندها صلع وراثي والقلب والسكر، شو انصحها؟ هلا اذا في مثل ما قلنا اذا في قصص وراثيه القصه صعب كثير لتعالجيها، بس خليها تكفي بمجموعه، خليها تزيد شويه كمان يعني على ثروه الراس، تحط شويه الو فيرست او حتى الفا اي فاكتور مثل الزيت، تعمل مساج لفروه الراس بيساعدها. وين لقي المحاضره بالفيسبوك؟ لا هي حتلاقوها على اليوتيوب المحاضره، اوكي حننزلها بتلاقوها بكره الصبح على اليوتيوب على صفحتنا، وبتلاقوا حتى كل المحاضرات وكل الفيديوهات. شكرا للجميع لوقتكم كمان انكم انضميتوا للمحاضره، وبتمنى لكم مثل ايفنينج حلوه، وان شاء الله بنلتقى الاسبوع الجاي. اوكي شكرا كثير، باي باي.